ده ايه الفستان ده؟ ايه الست دي؟ ازاي جوزها سابها تخرج من البيت كده دي؟ وهو ماشي جنبها يا باشا وفشخ ضبه على الاخر يا سعاده الباشا. يا باشا هو في حد يحط ايده على الامكانيات ديت وما بشخش ضبه؟ خرب بيت ابوكي، جامده جامده بالذمه يا باشا. ده فستان، امال قميص النوم يبقى عامل ازاي؟ دي حاجه تتب الاعصاب. امال انا اعمل ايه يا سعاده الباشا؟ ليل ونهار عمال اتفرج على الحاجات ديت. لما واحد بيروح البيت ويشوف مراته بيبقى عايز ينعل اليوم اللي هو اتجوزها فيه. وصلتوا لحد؟ لسه مع الباشا لحد بدري. وبعدين يعني احنا الفجر داخل علينا. ورحمه ستي يا باشا، من ساعه ما جيت وانا مقع عيني في الشاشه، وان شاء الله هجيب اللي اداني القنبله، اللي اداني الجواب. ما تنزل يا ابني ايدك، انت كل ما تشوفني تقعد. اوعى يا حلاوه يا حلاوه. وانتوا ان شاء الله بقى هتوصلوا لاي حاجه ازاي وانتوا قاعدين ممققين عينيكم في ملذ وطاب من بدائع النساء؟ انا بقول نبعت نجيب بقى شويه بيره وسوداني على اساس برضو الفرجه تبقى بمزاج. هو انا يعني يا باشا بتفرج لوحدي ساعه الباشا؟ نعم يا اخويا، احنا نهرج ولا ايه؟ ايه بتفرج لوحدي دي؟ اتفضل حضرتك جري الزفت ده، ولما يظهر لك جنس ذكر في الصوره توقفه. حاضر يا فندم. حاضر ما ينفعنيش انا امور المرقعه دي. اتفضل. حاضر يا فندم. احنا اسفين يا باشا، اوعى تتحرك والنبي من مكانك. والله ما انت متحرك، احنا اسفين ان احنا قلقنا منامك. لا لا انا عايزك. حاضر يا باشا. اسمع مان. ايوه. انت كويس وانا بحب شغلك. ايوه باشا. فما تزعلنيش منك بقى عشان انا زعلي غبي. حاضر. واضح؟ واضح باشا. لا مؤاخذة يا باشا، بعد اذنك جنبك شوية كده. لا مؤاخذة، بعد اذنك. بص قدامك. ركز في اللي بتعمله. اما نشوف ام الليله دي هتخلص على ايه.